مجالس العزاء على مد النظر في بغداد بعد فاجعة الصيد في حمرين من منطقة الستمية بصليخ شمالي العاصمة وصولا إلى حي العام الجنوبها. تمتد سرادق العزاء المعزية باستشهاد ضابط جوازات الأعظمية ومجموعة من أصدقائه كانوا في رحلة الصيد معا. تاريخ 8/12 توجهوا أخوي وأصدقائنا إلى رحلة الصيد إلى جبال حمرين، عبروا البحيرة باتجاه منطقة نارين، تطفوهم هناك عن عصابات داعش الإرهابية. ظلوا كم يوم، القوات الأمنية داهمت المكانات ويعني صار اشتباكات، استشهدوا بها بعض الجنود وصوب ابن عمي اللي هو رياض، نقلته القوات الأمنية لا مستشفى بعد ظهر واستشهد في المستشفى. بعدها ثاني يوم همين القوات الأمنية داهمت مكانات وعثروا على، صار اشتباك وعثروا على سعود الله يرحمه. يتحدث ذو الشهداء عن أن داعش قام بفصل الأصدقاء عن بعضهم حيث استشهد اثنان منهم عن طريق تفجيرهم بحزام ناسف، فيما استشهد العقيد بعد ذلك عن طريق نحره. جهود الأجهزة الأمنية توصلوا إلى نقطة دالة وبذلوا جهود حثيثة، ولكن القدر كان أقوى وأحد الإرهابيين فجر نفسه وعلى أثرها أصاب هو وصديق له في منطقة جبال حمرين. وبينما ترك الشهداء الكثير من أبنائهم الأطفال أيتاماً، تتحدث مصادر عن قرارات أمنية عليا ستتخذ خلال الساعات المقبلة. هذا ولم تتبقى سوى عائلة الشهيد ياسر الجوراني التي لم تتحصل على جثة ابنهم حتى اللحظة، ويأملون من الأجهزة الأمنية بجلب الجثة لهم من أجل إقامة سرادق العزاء. من بغداد، يعرب القحطان، الشرقية نيوز.